السائلة الأخت فاتين ألف ميم لها سؤال تقول فيه: إحدى أخواتي فضيلة الشيخ أصيبت بوسواس شديد في الدين وفي الصلاة وفي الطهارة، رغم أنها كانت ملتزمة. هذا الوسواس فضيلة الشيخ اشتد عليها إلى أن تركت الصلاة لفترات طويلة، وهذا الوسواس ما زال ملازما لها، علما بأنها سلكت جميع السبل من الرقية الشرعية والاستعاذة بالله من الشيطان واستخدمت الأدوية النفسية، لكنها لا زالت تعاني، فهل عليها إثم في تركها للصلاة؟ في وقتنا الحاضر تركت الصلاة في الكلية، هل نقوم بإجبارها على الصلاة لأننا نأمرها بالصلاة؟ تصلي صلاة صحيحة لكنها تقول إنها غير صحيحة، ولم أنوي في قلبي. الوسواس إذا اشتد صار مرضا نفسيا وهو من الشيطان، وأيضا قد يكون له سبب عصبي يعرفه الأطباء، فعليها بالعلاج، العلاج بالطب والعلاج بذكر الله عز وجل والرقية، ولا تيأس من الشفاء، لا تيأس من الشفاء، فإن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولا تترك الصلاة، لا يجوز لها ترك الصلاة، ولا يجوز لكم أن تسكتوا عنها، بل يجب عليكم أن تأمروها بالصلاة، كلما جاء وقت الصلاة تذكروها بذلك وتأمروها بالصلاة. تقول فضيلة الشيخ: هل لنا أن نتابعها في صلاتها فنصلي معها دون قراءة وتكبير؟ وهل إذا أجبرناها وعدت الصلاة كاملة هل تكون مجزئة رغم أنها تقول بأنها ليست من قلبي؟ وهل نستمر على إجبارها أم ماذا نفعل؟ نعم، استمروا على إلزامها بالصلاة، وأما قولها أنها تصلي بدون حضور قلبها هذا من الوسواس، هذا من الوسواس ولا يضرها، صلاتها صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ تقول: أشد ما يصعب عليها تكبيرة الإحرام، فهل تسقط عنها والحال ما ذكر؟ لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تكبر الإحرام، تترك الوسواس. نعم.